عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب عمان؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في يوميات ام زياد. والنهارده طبعا مش هعرفكم لان هي اشهر من النار على العالم ما شاء الله عليها، وطبعا معروفه في كل الدول العربيه. احنا النهارده هنعمل كده تورتايه حلوه. كملي يا وفاء، كملي. نسبه نجاح حسنا نعمل تورتايه ومزيد حابه تفرحوا. ان شاء الله التورتايه تعجب حسن وتعجبكم. يلا بينا نبدا. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في قناه ام زياد. نبدا بقى ونقول بسم الله. قولي مقاديرك يا ام زياد. 15 بيضايه، كوبايه ونص سكر بودر، 3 كوبايات دقيق، ربع كوبايه زيت، 4 فانيليا. هناخد من هنا بقى معلقه بيكنج بودر ومعلقه بيك شيف. الله ينور. معلقه ومعلقه. يلا بقى نبدا ونقول بسم الله. هفضي بقى البيض الاول، هنفصل بقى الصفار عن البياض، ولازم يكون الاناء اللي هنعمل فيه يكون ناشف بالشكل ده. بص بقى كده، فصلنا الصفار عن البياض، واهم شيء ان البياض ما يجيش عليه صفار. لو العكس صحيح عادي مش مشكله. هفضي بقى هنا الفانيليا، نحط كيسين هنا وكيسين هنا، هنحط كوبايه ونص سكر هنا على الصفار، هنحط ذره كده من الملح، هنضربها بقى ونرجع لكم. دي هنخليها تفتح تبقى كريمي، ودي لازم تبقى فوليوم كده وماسكه نفسها. وادي كده الخليط اهو، ده بقى لونه كريمي وده بقى متماسك اهو، لو قلبته كده مش هيقع. هنجهز بقى بقيه مقاديرنا. هنخلط هنا الزيت، ده ربع كوبايه زيت، ده الصفار. بصوا احنا الصفار خلينا عامل ازاي بعد ما ضربناه بالمضرب. بعد ما حطينا الزيت بقى هنقلب كده بالراحه عشان ما نضيعش الهواء اللي احنا حطيناه. هنخلط شويه شويه لغايه اما نخليه مزيج واحد. شايفين القوام عامل ازاي؟ ما ينفعش اضيع الهواء ده. كمان التقليبه تبقى من اللي تحت نفسي ما هم شايفين كده، وحبه حبه، ما ينفعش انزل بالخليط كل مره واحده عشان ما اخسرش الهواء، لان الصفار اصلا مش بياخد فوليوم زي البياض. الاعتماد كله في الرفع من البياض. جبنا حاجه اكبر عشان نستخدمها، لان ما شاء الله كميه كبيره، لو سبته وركنته البياض هيفصل وهيسيح. اهم حاجه التقليب يبقى من تحت لفوق نفس الخطوه دي. احنا مشغلين الفرن عشان لازم الفرن يسخن اثناء ما احنا بنجهز، لدرجه حراره 180. تمسكي الدقيق بس مش هتنخليه كل مره واحده، وهفضي فيه. استني ما تعمليش، كيك شيف ومعلقه بيكنج باودر، معلقه اهي، يعني يعتبر نص الكيس. الكيك شيف ده بيحافظ على الكيكه يخليها كمان ناعمه، والبيكنج باودر ما كترش برده عشان يخليها حلوه. هش الزيت، نزلي لغايه ما اقول لك. بس طبعا لو واحده بس بتعمل، لو واحده بتعمل شويه وتقلب وترجع تعمل تاني. انا بعمل كده، بس احنا عشان واقفين اتنين فبنحاول ان احنا نساعد بعض. خدوا بالكم من الخطوه دي عشان مهمه. بصوا التقليب واحنا بنحط الدقيق نفس بردك ايه التقليب في الاول. لو انا بقلب جامد هتبص تقل مني الكميه، قلت تعرفوا ان انا كده ضيعت الهواء. طول ما هو لسه بالفوليوم بتاعه كده والعلو ان شاء الله يبقى تمام. بصوا ما شاء الله نزلنا 3 كوبايات دقيق والفوليوم لسه زي ما هو اهو ما شاء الله. وسامع صوت اللي هو صوت هوا وانا بعمل كده، اللي هو شفتوا انتوا الغباشه دي، ده دليل على ان ما شاء الله العجينه تمام. العجينه ناجحه ان شاء الله. ولعلمكم الكيكه الاسفنجيه مش مثلا تحطي نص الصينيه تبصي تلاقيها اتملت، لا، لان هي بتبقى واخده الفوليوم اصلا من البيض. جهزنا بقى الصينيه المزاد افردي فيها الزبده. احنا هنعمل في الصينيه الكبيره دي مقاس 38. بصوا بقى ما شاء الله احنا هنعمل التورتايه اللي هي الصينيه دي، الكميه دي مقاس 38 الحجم ده. بصوا خلطت الدقيق خالص، اتاكدت ان مفيش اي دقيق. بصوا كلها هشه ازاي ما شاء الله وخفه، بس ما اقلبش فيها كتير. اول ما الاقي الدقيق اختلط ما اقلبش فيها كتير عشان ما اضيعش الهواء. كده فردنا ورق الزبده في الصينيه وعملنا لها حواف عشان لو عليت. هنزل بقى كده بالخليط. بسم الله ما شاء الله احنا ما ضيعناش الهواء منها. ما شاء الله الكيكه باينه ما شاء الله، عجينتها جميله. بنعمل ايه في الصينيه؟ لازم ان انا امسكها اعملها كده عشان الفراغات اللي فيها تتملي اهو، واعملها كده. كده هندخلها الفرن على درجه حراره 180 ونسيبها نص ساعه ونرجع نبص عليها. بص بقى ما شاء الله الكيكه دلوقتي عبده عليها تلت ساعه، بس هي لسه ما استوتش، انا مراقباها يعني. بس ما شاء الله متساويه وجميله ازاي. معايا هنا نص كيلو حليب، ومعايا كوبايه ميه مثلجه اهي، ومعايا الكريم جونتي. هنضربهم بقى ونرجع لكم تاني. بص ما شاء الله الكيكه خدت اللون، واتاكدت بالخل ان هي نظيفه كده، خلاص هدفي عليها. بعد الكيكه سبتها في الفرن 5 دقايق عشان ما اطلعهاش تاخد درجه حراره مختلفه فتهبط، فلازم تسيبها 5 دقايق وباب الفرن يكون متوارب عشان ما تتصدمش. عشان ما تتصدمش. كلمهم بالطريقه البلدي. وهنجيب كده اي صينيه او اي حاجه، انا دي شبكه الميكرويف هقلب عليها كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا الكيكه عامله ازاي. طبعا احنا ده بنقشره ومن هنا هنقطعها وهنساوي وهنظبط، بس طبعا لازم تركنوها نسيبها لما تبرد. نشتغل فيها على طول، والاحسن تبيتوها، تلفوها في الستريتش رول وتبيتوها لتاني يوم. هنبشر بقى هنا الشوكولاته اهي عشان نعمل الجناش، هوريه لكم دلوقتي، بس لازم نبشرها كده عشان نجهزها. هنا بقى بعد ما بشرنا الشوكولاته هنحط عليها ربع كوبايه لبن مغلي، معلقتين من الزيت او حته زبده صغيره، مكعب زبده صغير، وهقلبها. لو ركنتها اعملها على حمام بخار هتلاقيها تفك منك، لان لو ركنتيها هتجمع. بس عشان نزين بيها بقى التورته بتاعتنا دي. الله ينور يا وفاء. عليك يا ام زياد.
جينا بقى في مرحلة الجد وهنقطع بقى الكيكة ونزينها. مستعدة يا مزيد؟ مستعدية جدا. يلا بينا. بسم الله. كده بقت مية مية. ما شاء الله الكيكة طرية خالص. ازاي كده قسمناها نصين. هنجيب بس الصينية نعمل عليها الصينية دي عشان اي حاجة تقع نستغلها. نحط الشبكة تاني. نحط الشبكة يا مزيد. الرحمة طبعا نضيفة هستخدمها. بختار الجنب المتساوي للوش. هيبقى هو وش التورتة. نشوف اكتر جنب متساوي مش ده. يبقى نخليه تحت. طبعا لو حابين تسقوها سيرب او تسقوها اي نوع كمبوت دي مش محتاجة. يعني. دي مش بس انا ما بحبش لا. يعني حتى لو كده في ناس بتحب تسقيها انا ما بحبش اسقيها. هي ما شاء الله كمان مش محتاجة. بصوا كمان طرية ما شاء الله وهشة خالص. هنقل بس على شبكة اكبر لان بصوا لو سبتها كده ممكن تتقطع وانا بزين. الكريم شانتيه اللي عملناه اهو. ونبدأ بقى نحط الطبقة الاولى من الكريم شانتيه. عارفة لو احنا ما كناش بنعملها مفاجأة كنا زماني نادهت الحمدي وقال يا سيدي. خلينا كده في الدرة مستخبين لغاية ما نخلص حتى تطلع بمزاج. حطينا بقى الطبقة الاولى من الكريم شانتيه. نحط بقى الكيكة تاني كده. المفروض نعدلها بقى لو في اي زيادات قبل ما احط الكريم شانتيه. احاول ان انا اديها الدايرة المظبوطة. بعد ما خلصت الحواف بحاول ان انا اخلي الطبقة دي متفتحة عشان تمسك فيها الكريم شانتيه. وهنحط بقى الطبقة من الكريم شانتيه تاني. نغلفها بقى كلها. بعد ما سويت الكريم شانتيه بقى كده على قد ما قدرنا هنحط بقى الشوكولاته. انا عماله اسال ام زياد حابه شكل معين قالت لي لا اللي تحبيه. فانا بقى ايه هخترع بقى وانتي ونسيبك يا ام زياد. ان شاء الله تطلع حلوه من ايدك. خليك. فانا هزينها كلها بالشوكولاته. بعد ما حطينا الشوكولاته في خطوات مهمه المفروض تعملوها عشان احنا طبعا مستعجلين واحنا قلنا لكم ان احنا مستعجلين فاحنا بنعملها كده. المفروض بعد ما تحطوا كريم شانتيه تدخلوها الثلاجه وتركوها تحط عليها الشوكولاته. وبعد كده بعد ما الشوكولاته تجمد قاعد تحط عليها الفاكهه. فاحنا طبعا هنشتغل على طول وان شاء الله تطلع حلوه برده. هنقطع كده مانجايه. بسم الله. ناخد كده قطعه من مانجا. كل مانجا نوعها متماسك شويه. تبداوا بقى تعملوا كده فتحات طوليه كده. بقطعش الجلد ماشي. وبعد كده بالعرض عشان اعملها مربعات. طبعا نوع المانجا بيفرق معاكم. بتبقى بالشكل ده. طه وليكن مثلا هنا. بس لازم اعليها بحاجه. اجيب اي قطعه واعليها بيها. هحط قطعة تفاح كده اعلي بيها او اي فاكهة بحيث ان حتة المانجا تبقى باينة بالشكل ده. تمام. احنا هنحاول نزين برضو بالفاكهة اللي موجودة لان ما جبناش انواع فاكهة كتير. بس ان شاء الله هنزينها. معي هنا ربع تفاحة. بس عملت ايه قطعت من هنا وهنا كده وكمل كده لغاية ما اعمل جناح. تمام. ناقصها واحدة كمان بالشكل ده. ممكن مثلا نحطها هنا. هنحاول نرص الفاكهة بشكل عشوائي لغاية ما تدينا شكل حلو ان شاء الله. هخلص بقى بقية الفاكهة اللي عندي وارجع لكم. بص بقى احنا قعدنا كده نلعب ونرص كده شويه حاجات. طبعا ندى الفاكهه اللي عندنا ما لقيناش غير تفاح ومانجا بس. وحتى ما لقيناش غير عنب فحطيناه. فاحنا طبعا عشان مستعجلين قبل ما هم يجوا فبنعمل باستعجال حتى ما لحقناش نحطها في الثلاجه تجمد. بس يعني هو المفاجاه عامه ان احنا عايزين نفرحهم دي لوحدها يعني كفايه. هنجهز بقى نشوف بقى نحطها فين بالظبط. واول ما يجوا هنوريكم بردك رد فعلهم احنا بنديهم الهديه. بصوا بقى يا جماعه حسن جه بره بقى. انا عايز اخرج افاجئه بالتورتايه ديت ويا رب تعجبه. بصوا انا حطيت له ثلاث شمعات عشان هو داخل ثالثه كليه. فمش عارفه حكايه الشمعات دي هتبقى حلوه هتعجبه ولا ايه. فهنشوف كده رد فعله. يلا بينا ايه نشوف نخرج عليهم كده نهجم عليهم. زي ما قلت لكم بقى كده حاجه بسيطه وعلى السريع. فنشوف بقى رد فعل. انا عايز اقول لكم حاجه بقى. طبعا تسلم ايد ام زياد وتسلم ايد وفاء. يعني بصراحه يعني مش عارف سريع سريع بجد يلا عشان ما يحسش بينا. عملوها بالظبط بخدت في ايدهم ما كملش ساعه. مفيش بعد كده يا رب بس تعجب حسن عشان احنا عملناها يعني على طول ولا قعدناها في الثلاجه ولا اي حاجه. حتى الشوكولاته يمكن سايحه من هنا الفكرة بس احنا هي عايزه نفرحه يعني. على فكره انا عيد ميلادي قرب ماشي. فانا عايز انا في شهر 12 بس لنا قبلها عشان انا بقول لك عشان نعملها قبلها بيوم ماشي. وعادي انا ممكن ما بين من قبل يوم. بص يا اصلا هي اصلا كانت علينا مش معانا حسن. ايه ده؟ كل سنه وانت طيب يا عيال. عيد ميلاد مين ده؟ ألف مبروك. اه عشان نجح. يا عبد اللذينة. ايوه يا عم مبروك صحيح. احنا بنقول لك مبروك مبروك بره بس انت عملتها امتى دي؟ ايه ده؟ ده مين عمل مين اللي عملها؟ مزيد. لا وفاء. لا مزيد. لا والله هي وحشه؟ هي وحشه ولا ايه؟ لا 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 ما هو انتوا بتربوها على بعض كده ممكن تكون وحشه. والله الا يعني هي اللي وانت عملتها. لا بص يا حمدي هي الفكره فكرتها هي اللي عملها بس هي بصراحه ساعدتني فيها
كتير يعني. انا كنت بحاول اعمل فيها حاجات برضو مش يا رب تعجبكم بس. لا هي المفاجاه نفسها حلوه، حاجه بسيطه كده يا حسن يا رب تعجبك. مبروك يا نيك. عملتها امتى دي يا نيك؟ وانت ذلك يا عم غلط ايدك تقيله. لو حطيت لك 3 سنين عشان عنده 3 سنين، عنده 3 سنين. ايه ده كبرت وبقيت؟ لا انا كده عشان داخل 3 جامعه صح. اه عنده 3 سنين. اه 3 سنين ايه ده؟ عنده السنه الثالثه. ايوه مبروك يا عم وعقبال الشهاده الكبيره ان شاء الله. انا عايز اعرف انت جبت كام بقى؟ عندك 3 سنين ولا بلاش اسكت؟ بلاش يحرقك الشهاده الكبيره ان شاء الله. انا اللي عليا الحفله بقى ان شاء الله. اي عم يا تيجي بس. لا ان شاء الله تيجي بس. عامل لك دفاعي وانا انت مجتهد. ربنا يكرمك. انت بتلقح ولا ايه؟ اه طول ما انت مجتهد وبتذاكر زي ما انا بشوفك مجتهد ما بيقومش من على الكتاب. لا لا بصراحه ما تقفرش يا عم. هو انا بصراحه انا السنه اللي فاتت كنت جايب امتياز. السنه دي اقل ليه؟ عشان كان في ابحاث وانا ما كنتش جايب. جيد جدا جيد جايب جيد جدا. الحمد لله الحمد لله. في غيرك بيجيب بابوه وفي غيرك بيجيب فالحمد لله. ما تزعلش. لا حلوه دي سمينك والله جميله. عجبتك يا حسن؟ والله جميله. كفايه بس ان انتوا فكرتوا فيها دي اهم حاجه. لا حلوه والله. ايوه والله فكرتها حلوه. سكينه بقى نقطعها وناكل. اه طب فرحوني. هنقفل الفيديو بقى عشان طولنا. يا رب المفاجاه تكون عجبتك يا حسن. لا جميله تسلمي لي وتسلمي لي منادى برضو لان اكيد ساعدتي معاها وتعبتي فيها. عايز اولع الشمع. يا جميل اولع كده. فيا رب تكون المفاجاه عجبت حسن زي ما انتم شفتوا. ودي كانت حلقتنا النهارده ان احنا نفاجئ حسن. واحنا المفروض نعمل حلقه برزيتي ولا نقول له ايه؟ اصل انا صحيح ما نقفلوش الشمع. صحيح انت الحلقه مشيت في الشمع معانا. هوفوا معانا هوفوا. يلا يا جماعه يلا هوفوا احنا هنوفوا كلنا مع بعض ماشي؟ كل يوم وانت تحط لايك اول ما يوم زين. قومي زين. نايمه؟ اه نايمه. يلا يلا واحد اثنين هوف هوف. مش هقول ثلاثة. ألف حسن قرب على كلية إن شاء الله. وعمال إن شاء الله الله يبارك فيك وإن شاء الله كده السنة الجاية برضه نكون بنحتفل مع بعض بإذن الله. وفي سنة خلاص أنت هتخطب. في رعاية الله يا جماعة. واللي كمل معانا الفيديو لحد الآخر نقول له إيه ميرسي. ميرسي عشان الحاجة مش موجودة بس لازم نفتكرها. تسلم إيدك يا أبو زياد. تسلم إيدك يا وفاء.